طب هسأل سؤال تاني. طبعا هو قبل ما أسأله لازم أمهد تمهيدة طويلة بقدر المحبة والإعزاز والإكبار والإعجاب بالقدير صلاح السعدني، ربنا يديله الصحة وطول العمر. صلاح السعدني أخوه الممثل اتأذى بسبب غضب السلطات على محمود السعدني؟ اتمنع من التمثيل فترة كبيرة جدا أثناء فترة اعتقال بابا، قعد سنتين. دي معلومة موثقة ولا أثناء السجن. السجن بص يا ست، كل حصل ايه؟ طلع قرار برفض صلاح السعدني من الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو مش عضو. صلاح السعدني عمره ما كان عضو في الاتحاد الاشتراكي العربي في حياته، يعني ما كانش عضو. لازم يترفض من حاجه، بس دي كانت اشاره لحاجه بقى. مع عم صلاح تعب، عم صلاح فتره السجن وبعد الخروج تعب جدا، حشبه شغال. انا ما اعتقدش ان انا سمعت الفنان الكبير صلاح السعدني بيتكلم على الفتره دي في حياته، يعني انا ما هو كان مجرد سؤال فرضي يعني. يعني هو تم التضييق على صلاح السعدني. فيلم خلي بالك من زوزو، المشهد اللي قبل الاخير، محاكمه زوزو، طلع فيها في لقطه كده وهو كان ممنوع ساعتها. اعتقد انه مثلا محمود السعدني كان ينفع يبقى ممثل لانه عنده ملكه وقدره على التقليد. على فكره هو كان هيجيب الريحاني، كان هيجيبه خلاص. انت لما تشوفه بيتكلم تحس انه بيعرف يقلد كويس جدا. راح يعمل تحقيق صحفي مع نجيب الريحاني، قال له انت تيجي تمثل. وعمل له مسرحية، وعمل له اليوم اللي كان مفروض يروح نجيب الريحاني مات. يا الله. يعني هو كان عنده مجموعة من الملكات، هو بيقول لك فؤاد المهندس ربنا بالناس ان الريحاني مات. حركاته على فكرة زي فؤاد المهندس بالظبط. يمكن لو كان مثل مفيش كلمة لو، دي الحياة لا تعترف بلو. هو محمود السعدني فكرة الاختبار بتاع التمثيل اللي هو سقط وهو نجح، انه يعني راح اختبار تمثيل استاذ عادل امام واستاذ سعيد صالح واستاذ صلاح السعدني، وبعدين جده بيقول ان هو كان سامع ان اللي هيروح يعني معاه فنون مسرحيه وهيلتحق بالمعهد وينجح في الاختبارات هياخد 7 جنيه. فجده قال 7 جنيه ده كتير، انا اروح واخش المعهد ويعني واجرب يمكن تيجي معايا واشتغل يعني. يعني محمود السعدني راح مع صلاح السعدني وعادل امام سقطوا ونجح محمود السعدني. هو نجح. لا ما اعرفش حد بعينه مفتكر انه يعني انت عارفه ان هم فضلوا يسقطوا سنين طويله جدا. انتوا هتزعلوا مننا بقى عادي.